السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا، وبعتذر لكم على تأخيري في تصوير فيديوهات، بس السبب لان ولادي بيمتحنوا وانا بختار وقت معين كده للتصوير. الوقت ده بيبقى مش متاح ان انا اصور فيه بسبب مذاكرة ولادي او خروجهم للامتحان او كده، فمعلش سامحوني ان انا بتأخر الفترة دي كده في الفيديوهات، يعني لحد ما الامتحانات تخلص كده. بس انا ان شاء الله ان شاء الله هبدأ ان شاء الله اصور لكم، يعني هحاول النهاردة كده أصور لكم فيديو عن طقم بسيط جدا كده، طقم سرير بسيط جدا هنصوره النهاردة إن شاء الله. بس قبل ما أصوره حبيت أفرجكم على شوية حاجات. إحنا كنا امبارح في درب سعادة أنا وأختي وبنت أختي، جبنا شوية حاجات من هناك حبيت أفرجكم عليها، وهي حاجات بسيطة بس قلت أفرجكم عليها والفت نظركم لحاجة بالنسبة للأسعار. الشهادة لله، يعني ان انا الفت نظركم للحاجه دي عشان الحاجه دي بتفرق في الاسعار. لما نكون جايبين كميه حاجات بتفرق في الاسعار كتير. قبل ما اقول لكم الموضوع ده انا هفرجكم على الكام حاجه اللي انا جبتهم دول، وهقول لكم على الاسعار بتاعتهم، وبعدين هلفت نظركم بقى واحنا شغالين كده وفي اخر الفيديو لموضوع الاسعار دوت عشان نخلي بالنا منه. اول حاجه حابه الفت نظركم ليها ان رنين بتعمل عروض يوم الجمعه ويوم الاحد ويوم الاربع. العروض دي فعلا جميله جدا وحلوه قوي، واسعارها فعلا في حاجات كتير بتبقى اقل من بره، يعني في حاجات بتبقى بثمن بره حتى وهي في العرض، وفي حاجات بتبقى نص ثمن بره فعلا لما بيبقوا عارضين عاملين حاجة وبيقولوا واحدة عليها واحدة او اتنين بنفس الثمن، بيبقى الكلام ده حقيقي. لان احنا رحنا درب سعادة لقينا الاسعار فيها حاجات كويسة جدا وحاجات تمنها بضعف تمن الحاجة اللي رنين بيحطوها في العرض. هنبدأ نشوف كده الحاجة اللي احنا جبناها وهقول لكم اسعارها وهقول لكم بعض الحاجات اللي هي رخيصة واللي هي غالية. اول حاجة انا جبتها، جبت طقم التوابل ده، انا فتحته كده عشان اوريه لكم. ده 6 علب، 3 كبار كده و3 صغيرين وليهم حامل. الطقم ده كده ب45 جنيه، ده جبته من درب سعادة. في هنا المنظمات بتاعة التلاجة دي، الوان طبعا الوانها جميلة جدا حلوة قوي. دي الاثنين ب15، يعني دي بتتباع الواحدة غالية، يعني احيانا بتبقى الواحدة ب11 جنيه وب13 جنيه، في ناس بتقول ب11 ناس بتقول ب13. المهم ان احنا جايبينها من درب سعادة الواحدة ب7 جنيه ونص، يعني هو بيقول الاثنين ب15. شكلها حلوة جدا والوان كتير قوي وحلوة جدا، منظم للتلاجة. دي الاثنين ب15. في العلبة دي بتبقى فرانين، ده طقم 3 علب بيبقى فرانين بيعملوه في العرض ب20 جنيه، احنا جايبينها ب25 جنيه من درب سعادة من غير العرض. هي علبة حلوة جدا، بتدخل الميكرويف اهي، بتتفتح كده اهي، بنفتح كده اهي، فتحها حلو سهل يعني وكويس، وبنقفل كده عليها اهي، ليها جزئين كده بيطلعوا ويخرجوا كده. الطقم ده انا جبته من درب سعادة ب25، هو بيتباع فرامين في العرض ب20، يوم عرض ال20 جنيه بيتباع الطقم ده كده ب20، انا جبته من درب سعادة ب25. في الطقم ده، برضو المنظم بتاع التلاجة اللي هو ليه يد كده، الاثنين اهو، الاثنين ب25. ده منظم مصري بس يعني تركيا، ده بتاع الوطنية، ده منظم بتاع الوطنية، حاجة مصرية بس خامتها زي التركي، حلو جدا جدا. الاثنين ب25، طبعا الخامة المصرية بتبقى أرخص من التركي عشان برضو نشجع المنتجات المصرية بتاعتنا
دي الوطنية، طبعا الوطنية دي ماركة بلاستيك كويسة جدا، دول الاتنين ب25 جنيه، ده المقاس الكبير. المقاس الصغير بتاعه، المقاس الصغير بتاعه الاتنين ب20 اهو، دي كده اهي برضو الوطنية اهو، ده منتج مصري بيضارب المنتج التركي، لان التركي المنظم التركي اللي زي ده اغلى من ده بكتير. ده منتج مصري، وسعر العلبة كده او المنظم 10 جنيه، الاتنين ب20 جنيه. برضو في العلبة دي، العلبة دي حلوة جدا للخضار او لفاكهة او لحاجة، برضو منظم برضو كده، دي ب10 جنيه. في العلبة دي كده، دي ب15 جنيه، زي السبت كده، حلوة جدا جدا، شكلها حلو قوي، وبرضو ب15 جنيه. حاجات كلها سعرها بسيط جدا بس حلوة قوي. في دي اللي بتتعلق على الحوض، بيتحط فيها الليفة، انا كنت وريتكم واحدة الفيديو اللي فات، اللي هي من المنتجات السيليكون، بس كانت صغيرة. دي مقاس كبير شوية، برضو دي بتاعت الوطنية، دي ب10 جنيه، خلاص، دي حلوة جدا برضو للليفة وكده. طيب نيجي بقى للحاجات بتاعت رنين، اللي احنا جبناها من رنين، ده العلبة دي اللي بتتحط على المطبخ، بتشبك في قطعة المطبخ كده، عشان لو بنخرط بصلاية بنعمل حاجة، دي بتشبك في المطبخ، في الدرج بتاع المطبخ او في قطعة المطبخ او كده، عشان ننزل واحنا بنقطع حاجة، معانا بنقطع بصل، بنقطع حاجة بننزل فيها كده، على ما نودع الباسكت الكبير كده. دي برضو جايبينها من رنين ب20 جنيه، في العرض بتاع اليوم ابو 20 جنيه، دي جايبينها ب20. احنا شفناها في درب سعادة برضو ب20، يعني احنا هي في العرض في رنين ب20، وشفناها في درب سعادة برضو ب20. طيب برضو من ضمن الحاجات، العلبة دي 3 في 1، 3 علب، دي برضو من رنين في عرض ال20 جنيه، هي حلوة جدا، حراري يعني بتدخل الميكرويف، جبناها برضو ب20 جنيه. اللونين في منها ألوان كتير، احنا جبنا اللونين دول ب20 جنيه. طيب من الحاجات برضو اللي انا جبتها من درب سعادة، الطقم ده كده كام علبة، 1 2 3 4، مش عارفة هو منتج ايه، تقريبا هو مستورد، تقريبا العلبة دي مستوردة. العلبة دي ب35 جنيه، طقم العلب ده ب35 جنيه، برضو بيدخل الميكرويف، خلاص، 4 مقاسات داخل بعض، بيدخل الميكرويف، دي ب35 جنيه من درب سعادة. في طقم العلب ده هو من جوه ألوان، يعني بصوا حضراتكم، فيه هنا كل علبة لون، يعني لما بنفتحه كل علبة لون، ممكن أفتحه معاكم، دي برضو علبة حراري، هي صعبة مش راضية تتفتح أهي، اهي من جوه لون، وفي اهو لون تاني، يعني هي 3 ألوان، لون فوشيا ولون لبني ولون بني اهي. الطقم ده كده برضو بيدخل الميكرويف، الطقم ده ب20 جنيه، خلاص، ب20 جنيه، ده من درب سعادة برضو. العلبة دي برضو ده علب برضو حراري بيدخل الفرن، برضو ألوان، 4 علب ألوان، ده ب40 جنيه، الطقم ده كده ب40 جنيه. في هنا البولات دي، البولة دي أنا جايباها برضو من درب سعادة ب10 جنيه، هي تقريبا بتتعمل في رنين ب15، في العرض ب15 في رنين، بس يعني هي احنا جايبينها من درب سعادة ب10. في برضو بولة العجن دي ب10 جنيه، دي برضو حراري بتدخل الميكرويف، برضو دي ب10 جنيه. في هنا برضو الدرق المتقسم ده كده، مدرج كده
عشان نعرف قيمة الحاجة اللي بنحطها، أو لو بنعاير لبن أو مية أو كده، عشان لو بنعمل أي حاجة معجنات أو حلويات أو حاجة بنعاير بيه. ده درق مدرج كده، ده ب10 جنيه. طيب آخر حاجة بقى هوريها لكم اللي احنا جبناها دي، سعرها أنا مش متخيلها لحد دلوقتي بصراحة، أنا وأختي كنا مسجونين من السعر بتاع دي. دي بص حضراتكم شكلها جميل جدا، دي كيس للغسالة أو حافظة غسالة، غطا غسالة، ماشي. دي سعرها 15 جنيه. طبعا يعني احنا بنجيبها من المحلات العادية ب45 جنيه وب65 جنيه، وفي محلات بتقول ب80 جنيه على حسب المحل، بس احنا زهقنا من تمنها بصراحة. اهو شكلها جميل جدا، اشكال حلوة قوي قوي ورخيصة جدا، ما كناش متخيلين ازاي الراجل لما قال لنا، وبعدين بيقول لنا احنا مستغربنا كده وبصينا لبعض، ب15 جنيه، قال انتوا جايبينها اقل من كده ولا ايه؟ طبعا احنا فتحنا واحدة لانها خامتها حلوة جدا، الخامة من جوه حلوة قوي وجميلة يعني، وسعرها يعني الواحد مش مصدق ان دي كده ب15 جنيه. طيب نيجي بقى لاخر حاجة عشان قبل ما اختم الفيديو، عايزة اقول لكم ان احنا موجودين في درب سعادة، انا شفت حاجات انا جايباها من محلات جنبنا ب10 جنيه، لقيناها في درب سعادة ب15 جنيه. حاجة احنا جايبينها بتبقى فرنين ب15 جنيه، هما هناك بيقولوا عليها ب25 جنيه. في حاجات رنين بيعملوا عليها عرض 2 ب15 جنيه او 2 ب10 جنيه، نلاقي الواحدة فيها ب10 جنيه او ب15 جنيه. فانا عايزة اقول لكم خلوا بالكم وانتوا بتشتروا، يعني حاولوا لو انت عندك عروسة هتجهزيها زي كده، حاولي تشوفي الاماكن، اعرفي العروض بتاعت رنين. هي رنين بصراحه الواحد لما شاف امبارح واحنا في درب سعاده عرفنا ان رنين فعلا بتعمل عروض كويسه جدا جدا جدا. اغلب الحاجات اللي هي بتبقى بتبيعها في العرض بتبقى فعلا بنص ثمنها. خلي بالك من عروض رنين، ولما تروحي تشتري ابقي خلي بالك وانت بتنقي الحاجه شوفي الحاجه دي بتتباع بكام، لان في حاجات احنا امبارح بقينا عمالين نسال على اسعار الحاجات، حاجات كتير جدا لانها غاليه عن المحلات العاديه اللي هي بتبقى جنب البيت. يعني في حاجه مثلا انا جايباها من هنا من جنب البيت ب35 لقيتها هناك ب35، وحاجات انا جايباها ب25 لقيتها هناك ب35. بنخلي بالنا كويس جدا من الاسعار لان الاسعار بتتفاوت. واللي انا اكتشفته كمان ان كل المحلات مفيش محل بيديلك كل الحاجات سعرها كويس، كل المحلات تقريبا ماشيه بسيستم معين كده ان هي بتخلي شويه حاجات غاليه وشويه حاجات رخيصه. لما حضرتك تدخلي المحل وتشوفي وتسالي على كام حاجه تلاقيهم رخاص، تقولي لا ده المحل ده رخيص، تقومي تجيبي مجموعه حاجات، يطلع مجموعه الحاجات فيها حاجات غاليه وفيها حاجات رخيصه. نخلي بالنا من النقطه دي كويس، واحنا بنشتري الحاجه نكون سالين عليها عشان نعرف الثمن كويس، عشان طبعا الرفايع دي احنا عارفين انها بتستهلك مبلغ كبير جدا، فنخلي بالنا من الكلام دوت عشان نوفر اكبر قدر ممكن واحنا بنشتري الحاجه. اذا كنا بنعمل بنجهز مطبخنا بنجدده، او اذا كنا بنجهز عروسه، نخلي بالنا من النقطه بتاعت اللهم صل على النبي الاسعار، نخلي بالنا من موضوع الاسعار ده كويس جدا. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واستنوني بقى ان شاء الله ان شاء الله هنعمل طقم قص وتفصيل طقم بسيط جدا جدا جدا، استنوني ان شاء الله، غالبا هعمله النهارده بامر الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية، واتمنى يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم. هفرجكم بقى لقطه سريعه كده على الحاجه، وبعدين اروح بقى عشان ابدا اشتغل في الطقم اللي احنا هنشتغل فيه ان شاء الله. دي كده غطا الغسالة، في منها فوق اوتوماتيك وفي منها امامي باب امامي. دي كده زي ما قلنا ب15 جنيه. في بولة العجن دي عجان ب10 جنيه. في العلبة دي طقم ب40 جنيه. دي العلبة دي طقم 3 برضو كل واحدة لون ب20 جنيه. نسيت اقول لكم ان الطقم ده كده
الطقم ده 3 علب اللي هو فرانين ب20، ده طقم 3 علب مقاسات اهو، ال3 مقاسات اهو انا فردتهم عشان اوريهولكم فوق بعض. في منه برضو الوان، ده برضو من رنين ب20، ودي برضو من رنين ب20 اللي احنا بنحطها بنشبكها في درج المطبخ او في الظرفة عشان لو احنا بنعمل حاجة ننزل فيها كده لحد ما نخلص اللي في ايدينا ونودي على الباسكت. دي برضو بولة ب10 جنيه، هي فرانين احيانا بتبقى في العرض تقريبا يا ب10 يا ب15. برضو في هنا المنظم بتاع الثلاجة اللي هو مصري الوطنية مش تركي، بس هو خامته جميلة جدا، ده برضو ال2 ب20 جنيه. في ده السبت ده كده برضو ب10 جنيه، في السبت ده كبير شوية ب15، في منه أكبر ب20. في ده برضو المنظم ده اللي هو بيد، ال2 ب30، الواحد ب15، لا ال2 ب25 يا ربي، ال2 ب25، الواحد ب12 ونص. في دي العلب اللي قلت لكم عليها انا جايباها ب25، طقم العلب ده ب25، هو فرانين بيبقى في العرض ب20. في دي البولة المدرجة ب10 جنيه، في دي اللي بنحط فيها الليفة بتاعة المواعين على الحوض، دي شنطة كده بتتعلق على الحوض ب10 جنيه، ده طقم ب35 جنيه، 4 علب ليه شكل كده حلو جدا كده. في المنظمات دي اهي، دي برضو ال2 ب7 ونص، دول 4 الوان، ال2 ب7 ونص. اخر حاجة في الطقم ده، ده طقم 7 علب، 4 صغيرين و3 كبار وعلى حامل كده، ب45 جنيه. دول شوية الحاجات البسيطة اللي انا جبتهم، بس اختي اشترت برضو حاجات وبنت اختي اشترت حاجات، الحاجات حلوة جدا. احنا بصراحة بقينا عايزين نشتري من كل حاجة لان هي اسعارها فعلا حلوة جدا، في درب سعادة الاسعار جميلة جدا بصراحة، انصحكم تروحوا هناك وتخلوا بالكم بقى من الاسعار زي ما اتفقنا كده. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.